جديد اختتمت اليوم أعمال الملتقى الثالث لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، وذلك للعام الثالث على التوالي، والذي انطلق بالأمس تحت شعار الدولة الوطنية في الفكر الإسلامي، والذي أكد فيه المشاركون من علماء ومفكرين إسلاميين على ضرورة نبذ الأفكار المتطرفة من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة بطرق تستند إلى النهج الرشيد وتبتعد عن الغلو في التفسير والتطبيق. منتدى تعزيز السلم أصبح رقما مهما في خريطة الأفكار في العالم الإسلامي اليوم، ذلك لأنه هو إطار أكاديمي متخصص أخذ على عاتقه طرح المفاهيم والأفكار المفجرة الملغومة التي يعتمدها ويركبها يعني كثير من الشباب العربي المسلم في العالم العربي وفي العالم الإسلامي اليوم للقيام بلعبة الموت والدمار الذاتي. هو أولا الرؤية الأساسية أن هناك من ينادي للحروب، الآن طائفة من الناس ينادون بالحروب من الجانبين، هناك للأسف من غير المسلمين من يريدون الحروب مع المسلمين، وهناك من المسلمين من يريدون الحروب مع غيرهم وحتى مع أنفسهم. فنحن هذا تعزيز السلم، ادخلوا في السلم كافة، الله سبحانه وتعالى يدعو إلى دار السلام، وديننا نحن نعزم بأن الإسلام دين السلام، نحن لا نؤمن بأن الإسلام دين الحروب. الجهاد كان وسيلة لغاية، والغاية السلام. أول ما يقول من يدخل الجنة السلام، يعني سلام قول من رب الرحيم. طبعا نحن نوصل لهم رسالة من خلال بيان الحكم الصحيح، أنه لا يكون هناك قتل باسم الدين وباسم الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى في صريح القرآن الكريم يقول: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لم يقل من قتل هذه النفس المسلمة أو غير المسلمة، من قتل نفسا بشرية، لم يفرق بين طائفة ودين أو مذهب، هو أخ لنا في الإنسانية فلا يجوز الاعتداء عليه، إن الله لا يحب المعتدين. طبعا الإسلام يدعو الناس إلى السلام وأيضا إلى تعاون وتعايش، وستجد في الإسلام القيم التي هي موجودة في التاريخ كله من جميع البشر، هتجد يعني السلم والرحمة وكل شيء. فالفكرة ممتازة ونحتاج إليها هذه في عصرنا هذا، لأن نواجه مشاكل وأزمات كثيرة للأسف الشديد، ولا بد أن يقوم المفكرون والعلماء بحلول الأزمات والمشاكل.